أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد أن بلادنا خالية حتى الآن من فيروس كورونا الجديد، ويدعو الجميع للتكاتف وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية. أبناء شعبنا اليمني الكريم، أتحدث إليكم اليوم والعالم يمر بأحد أسوأ الأزمات الصحية، إضافة إلى حالة طوارئ عامة نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في عدد من الدول، مع إعلان أيضا منظمة الصحة العالمية أنه تحول إلى جائحة. وعلى الرغم من أنه لم تسجل لدينا أي إصابة مؤكدة بالمرض حتى الآن، فإنه لا ينبغي التهاون أو الاستهتار بخطورة هذا المرض في ظل سرعة الانتشار والضرر وعدم توفر أي لقاح أو علاج ناجح حتى الآن، إضافة إلى ضعف نظامنا الصحي جراء الحرب والنزاعات ومحدودية الموارد. لذا جميعا علينا أن نتكاتف لاتخاذ التدابير الوقائية والاستعداد لهذه الجائحة. وقوفنا معا حكومة وشعبا ومكونات اجتماعية وسياسية هي السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات وتجاوز أثارها. ينبغي أن نتكاتف ونتسامى جميعا في مواجهة هذه التحديات في مختلف مناطق الجمهورية، وذلك بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وفقا لقرارات المتخذة، تبادل المعلومات، المتابعة الحثيثة لتنفيذ هذه الإجراءات الوقائية والعلاجية. هذا ما تملي علينا المسؤولية الوطنية تجاه أبناء شعبنا. منذ بدأ تفشي الوباء وقبل تحوله إلى جائحة، وأنا على تواصل مستمر مع فخامة رئيس الجمهورية وفقا للتقارير اليومية التي ترفع من أجهزة الدولة ومن لجنة الطوارئ لمكافحة الوباء برئاسة نائب رئيس الوزراء عضوية الجهات الاختصاص، إلا أن سرعة تفشي الفيروس وزيادة المخاطر عالميا حتى ما علينا إصدار عدد من القرارات الاحترازية، ومنها قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى البلاد، وكذلك المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعين بدءا من مساء يوم غد الثلاثاء الموافق 17 مارس. عاد الحركة طبعا التجارية مع تجديد الإجراءات فيما يتعلق بالسلامة البحرية، إجراءات الصحة البحرية، إجراءات فحوصات للطواقم السفن قبل دخولها إلى الموانئ، إضافة إلى قرار الذي اتخذ بتعليق الدراسة لمدة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة مبدئيا لمدة أسبوع. هناك أيضا تخصيص لميزانية طارئة للقطاع الصحي، وسنتابع الوضع بشكل مستمر وستتبعها قرارات قادمة مع مراقبة الوضع واستكمال التجهيزات والاستعدادات للمرحلة القادمة. عملنا خلال المرحلة الماضية والسابقة بشكل كبير على فحص القادمين للحد من إمكانية دخول الوباء إلى أرض الوطن، حتى تستكمل أو نستكمل تجهيزات المعامل ومراكز العزل، وساعد في ذلك يعني محدودية العائدين من مواطنين للبلاد، قلة عدد الأجانب. ولذا قامت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية بتجهيز الفرق الخاصة بالمنافذ البرية والبحرية، كان وصل عددها إلى 11 فريق صحي للعمل في أكثر من 11 منفذ جوي وبري وبحري، تجهيز 12 مركز للعزل والحجر الصحي في محافظات مختلفة في الجمهورية، تدريب كادر طبي للعمل في المراكز المختلفة. وكما قياس من 18 يناير الماضي وحتى الآن وهو قرابة الشهر، قرابة 50,000 مواطن عادوا إلى أرض الوطن. بالإمكانيات المتاحة اتخذت التدابير الاحترازية، منها متابعة البيانات، وبالأخص العائدون من دول تفشى فيها الوباء بشكل كبير وجرت المتابعة لعدة أيام، وحتى بعد وصولهم إلى قراهم أو منازلهم في محافظات مختلفة في أنحاء الجمهورية للإطمئنان من عدم ظهور أي أعراض عليهم حتى بعد وصولهم إلى مساكنهم آمنين. لجأنا إلى التدابير المعلنة مؤخرا بعد ازدياد الحاجة لعدد من المتطلبات فيما يتعلق بالاختبارات الفورية للفيروس، مع توسيع نطاق فحص القادمين والتي شارفت على النفاذ. هذه الفحوصات التي كانت تجرى وهي الرابيد تيست كان نسبة الدقة فيه تصل إلى تقريبا 80%، ومع طلب وزارة الصحة لدفعات طارئة تعاقدت عليها الحكومة ستصل عشرات الآلاف منها خلال 10 أيام إلى أسبوعين، وعلى ضوء توفير الإمكانيات والتطورات في مواجهة هذه الجائحة على مستوى العالم، سنقوم بمراجعة قرار تعليق الرحلات الجوية
بحيث يتم هناك استئناف لرحلات لإجلاء مواطنينا ووضع تطمين لهم في خلال المرحلة القادمة. نعمل على تحسين الإجراءات الاحترازية، استكمال المختبرات الأكثر دقة، هذا في عدن سيكون مكلل وسيئون، عدد منها استكمل بالفعل خلال الأيام الماضية وعدد سيستكمل خلال الأيام القادمة، وكان هذه مساعدة من مركز الملك سلمان، ونتوقع وصول دعم من منظمة الصحة العالمية، ونعول كثيرا على الدعم المقدم من وصوله وخصوصا من مركز الملك سلمان ومن منظمة الصحة العالمية وبقية المانحين لتجاوز هذه الجائحة. في ظل هذه الظروف أوجه التحية لكل الطواقم التي تعمل ليل نهار في كافة من كافة الأجهزة والمؤسسات، وبالأخص العاملين في القطاع الصحي في كل أنحاء البلاد، وندعو إلى إيقاف قرار منع تداول النقد الجديد في مناطق سيطرة الحوثيين في هذا الظرف العصيب حتى نتمكن من دفع مرتبات القطاع الصحي وبقية الفئات. الوباء خطر إنساني كبير، كارثة تهدد الناس في كل مكان، علينا جميعا توحيد جهودنا داخل الوطن لمواجهة هذه المخاطر، مخاطر هذا الوباء، الحد من آثاره، علينا جميعا إخراج هذه القضية الخطيرة من حيز تجاذبات الاستغلال والتشويش والشائعات، رفع الوعي الشعبي والمجتمعي بالاحترازات الضرورية، تسخير كل القدرات الإعلامية لإيصال المعلومات الضرورية لكل مواطن والتوعية بمخاطر هذا الوباء وطرق الوقاية منه. حفظ الله اليمن وأهلها.